معكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جبنا لكم ثلاثه من افضل الماركات العالميه في العالم، البي ام، الرانج، والاودي، والشاومي. مرحبا بكم، نخليكم مع الفيديو. طنوبيلات بثلاثه ما شاء الله، طنوبيلات يعني بجوده رائعه، ماركات عالميه. نبداو بالليمن. الليمن عندنا هذا البي ام سيري 5، ما شاء الله تبارك الله، يعني واحد الطوموبيل التي لا تشوبها شائبة. زيد المصور، زيد نخليكم مع واحد لقطات وفي الأخير نعطيكم معلومات. الإخوان، هذه الشركة الألمانية كما عهدنا عليها كل عام تخرج لنا فيرساسيون جديدة وفيرساسيون مليئة بالمفاجآت. في عام 2010 اختارت تخرج لنا السيري 5 اللي فيها واحد الميزات رائعة، ابتداء من الخيل، 13 ديال الخيل، موتور ما شاء الله قتال. بغض النظر على انها ماشي مازوت ايسانس، هذا كي فيه واحد الميزه انها قامت تخلص الضريبه ديال 6000 درهم، تخلص غير 1600 درهم، 1500 درهم. العموريه كامله كما تشوف الفيديو. ديالها الاخوان كنقولوا فيها 12300. نتعاونوا معكم، قابل للتفاوض، قابل للمناقشه، ومرحبا بكم في اي وقت. ننتقلوا السياره اللي من بعدها، رونج روفر الفوك، الوحش الانجليزي القتال. سياره من مستوى عالي، سياره اللي كنخلصوا عليها 6000 درهم بالضريبه، سياره اللي فيها 4x4، سياره اللي كتشمل كاع الاوضاع، سياره توت اوبسيون، سياره فذه، سياره لا توصف، ما تلقاش ليها الكلمه اللي توصفها. اللهم بارك وزيد في ذلك. الموديل ديالها ديال الاخوان موديل 2016 ضربة 190000، كلومية الماء، مولاها اللي خرجها شرينا من عنده كاتبنا معاه. طنوبيل الله يبارك كيفما كتشوفوا، راه مهما كاين ما نضيفوا، راه عينيكم ميزانكم، وشي حاجة اللي نقية الله يبارك. فيها الاخوان واحد الثمن اللي رمزي جدا، الثمن ديال الهوته 36.5، ومرحبا بكم. اودي اسيس مازوت 6000 درهم ضريبه، 13 ديال الخيل، 13 ديال الخيل، اللهم بارك. طوموبيله سبور، طوموبيله شبابيه، طوموبيله ديال التمتع، طوموبيله ديال الترفيه، والطوموبيله اللي معروف عليها بانها تشمل جميع ما عند السيارات الاخرى، من فخامه، من رفاهيه، من امان، من سرعه، من كل شيء. طوموبيله الاخوان طوطوبسيون عامره، الكوير الاوتوماتيك، كل شيء الله يبارك. وكتبقى الطوموبيله من ارخص وافخم الطوموبيلات اللي بين يديكم. الثمن ديالها الخوت كنقولوا فيها 7.5، 7.5 الثمن اللي مزيان بالنسبه لهذا الطوموبيل. فقره الخاتمه الاخوان، الموقع ديال هاد فنات جوات السيارات قنيطره قدام جامع بدر، الكراج المعروف عادل اوتو، راه انا الابن ديالو، واللي كيصورته هو الابن الاصغر ديالي، انا هو البكر وهو هذا هو اللي تابعني. ونتمنى الى قياده الفيديو في الشات ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.